السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي ما نلقاكم في احسن الاحوال. ما شاء الله غادي ندير واحد الكيك اللي هي كتجي رائعه سهله وكتعطي كميه كبيره. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وبقاو معايا حتى الاخر تشوفوا المقادير طريقه التحضير. المقادير عندنا هنايا ثلاثة ديال البيضات، غادي نضيفو ليهم واحد الكاس ديال السنيده يكون معمرش، وغادي نضيفو لها كذلك فانيا وكبسة ديال الملح. صافي غادي نخلطو الخليط جيدا. بعد غنضيفو كاس ديال الزيت، غادي نبقاو نضيفوه بالتدريج مع التحريك. بعد غناخدو واحد ملعقة ديال قهوة سريعة الذوبان، غادي نذوبوها في كأس ديال الماء مغلي، وغادي نخلطوها وغادي نضيفوها بالتدريج كذلك على الخليط ديالنا. بعد غادي نضيفو جوج كيسان ديال الطحين، غادي نحاول انا نضيفو بالتدريج وغادي نبقاو محركين.
واحد جوج ملاعق ديال البودره ديال الكاكاو غادي نضيفوها. غادي نحاول اننا نحركها في الخليط جيدا. من بعد غادي نضيف لها كذلك واحد جوج ساشيات ديال البيكنج باودر او خميره من وزن 7 غرام، غادي تكون تقريبا 14 غرام، كل وحده فيها 7 غرام. صافي غادي نخلطوا المكونات جيدا وغادي نرجعوا. بعد غادي نوضع واحد ملعقه صغيره ديال الخل الابيض وغادي نخلطوا المكونات وغادي نحاولوا انني نوجد واحد المول اللي غادي يدخل الفرن ونرجع من بعد. غادي نحاول نخرج منه الهواء وغادي ندخلو الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ما غاديش يكون سخون من قبل وغادي نرجعو. بالنسبة للكريمة غادي ناخدو واحد الكاس اللي يكون بارد، يكون تقريبا نصف كاس ديال الماء بارد، غادي نوضعو معاه كذلك ساشية ديال الكريمة وغادي نخلطوها جيدا وغادي نرجعو. بعد غادي نسقيها بواحد الكاس ديال القهوة سريعة الذوبان، صافي وغادي ندير فوق منها الكريمة اللي صوبنا من قبل.
دابا الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا كما كتلاحظوا حاجه زينه ماشي بسيطه، ممكن يكون تزينوها باي حاجه عندكم في الدار، فهي كتطلع بهذا الشكل هذا كتجي رائعه، والمذاق ما نحكلكمش عليه، فالمذاق رائع 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 جدا. كنتمنى انكم تجربوها وتنال الاستحسان ديالكم وتبارطاجيو الفيديو ما امكن، والبنات اللي باقي ما اشتركوش في القناه يشتركوا في القناه ويفعلوا زر الجرس باش يوصلهم كل جديد. الى اللقاء.